بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، أتمنى تكونوا في صحة جيدة، تقبل الله صيامكم وقيامكم. الإخوان مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة بعنوان فائدة من ذهب تحت إشراف مدرسة مزكة. إن شاء الله عز وجل نتبعوا السلسلة ديالنا ديال تغريد الكوبية أو التغريد الأساسية، وشرح كذلك كل ما يتعلق بالقانون الإسباني كوديو. إن شاء الله الرحمن الرحيم الإخوان، اليوم عندنا وصلنا فيما يخص التغريد يعني الفانتازية. تكلمنا عن الميسيدا والميسيداس الحلقة اللي فاتت، وقلنا راه غادي نتكلموا من وراها على الأغرودة الفانتازية. وهذه الأغرودة الفانتازية الإخوان فهي تنتمي أو كيحطوها مع الخانة ديال الميسيدا، بحكم أن يعني القانون خول لها ثلاثة نقاط، وكذلك طريقة ديال الأداء قريبة شيئا ما الميسيدا فيما يخص في الإيقاع. كلمة فانتازية فهي كلمة يعني من الخيال، ملي كنقولوا كلمة أغرودة من الخيال معناه بأن سيلفستريسمو هو اللي خول وعطى الصلاحية، لأن سيلفستريسمو هو اللي مكلف بكل ما هي أو ما هو تغاريد، اللجنة المكلفة بالتغاريد أعطى الصلاحية للمولوع اللي عنده واحد القدرة وعنده واحد الإمكانية وعلى بينة في كل غولبي في كل سيلاب في كل يعني أغرودة يميز يعني شبعان مولوع، يعني كنقولوا مولوع كبير في يعني في العلم ديالو، هو باحث في علم التغاريد، هو اللي عطاه الصلاحية باش يصوب واحد النوع ديال الأغرودة اللي سماها فانتازية من الخيال. أنا كمولوع كنشد نعطيك مثال باش نقرب لك الصورة، أنا أعطي مثال، مثلا أنا مولوع بالكامبير وبالودانية، وبغيت نصوب شي حدادية ديالي، شي حدادية اللي تكون ديالي ومنطقية لوجيك، نحطها وكاع الموالي تعجبهم، أش عندها؟ غنشدو الحداديات، الحداديات فيهم بزاف ديال الطبيعة، غادي نشدو منهم مثلا باباتي 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 باباتي، كنعرفو الحداد كيضرب بهاد الطريقة باباتي باباتي باباتي، وكيضرب ليون 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 ليون. هاد جوج غرودات ديال الحداد ديال الحداد غنشدو مالا، غنشد ديك باباتي ونزيد عليها واحد الحرف من ليون ليون، نشد هذيك يون ديك ليون في الاخر يون، ونحطها على الباباتي وغتسمع باباتيون 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 باباتيون، يعني ولات حروف من الحداد ومنطقيه في السمع. انا جبت لكم مثال، يعني المولوع ملي كيحط كيشوف كاع دوك لي غوربي كيحطهم قدامه، اللي من تكون من المقار ديال المقنين، لان الكوبيه عندها معيار بشكل، ما عندهاش ماشي بالطبيعه، طبيعه الكامبيرو معايير ديالها بشكل، ولكن ملي بغي نصوب هذا واحد الاغروده من الكوبيه التغاريد اللي هي ليمبيو، خاصني بالاخص هنا المشرعين ديال التغاريد ديال اللجنه المكلفه بالتغريد عطات ضروري ومؤكد خصو يكون من غوربي ديال الباخارو خيلغيرو ديال الحسون. علاش؟ لان الباخارو ديال لو خيلغيرو هو كيعطي الجماليه ديال الاغروده فيها جميع الاوصاف، فيها الطونول الميطال واضحه. علاش ما قالوش من الهجين من الميكستو؟ ربما الميكستو يعني كينقص بعد او ينقص من واحد الجماليه ديال الاغروده على
الحسون. ولهذا الإخوان كياخذوا واحد سيلاط أو واحد الغوربي وكيخلقوا خلق واحد الأغرودة اللي تسمها هو تخيلت ليه وحطها بها الطريقة هو المولوع. ملي تجمع هاد الريبيرتوريو فعلا كانت المصادقة عليه باش دار من طرف حكام ومن طرف اللجنة يعني المكلفة بالتغريب، ولكن بقى الباب مفتوح، بقى الباب مفتوح لكل مولوع عنده قدرات وكيصوب بهاد الحويج، يصوب أغرودة ويشدها ويخدم بها ويقدر يؤدي الطائر. ولكن الحكام عطاو الصلاحية للحكام، هو اللي عنده الصلاحية باش ملي يؤدي داك الطير اللي غيتحط قدامه هاد الأغرودة يشوفها نيت واش هي ممكن وعندها المعايير القانونية وكتسمى يعني أغرودة فانتازية وتستحق تاخذ النقطة الإيجابية وممكن الإنسان يخدم بها وممكن هو ما يقبلهاش لك، يقول لك بأن هذه ليس من التغاريد الفانتازية ويعطيك هو تفسير علاش. إما يشدها ويحطها لك مباشرة في البريمافيرا، فهمتيني، مباشرة يحطها لك لأنه شاف بأنه هادو من لي غولبي ولا من التغاريد ديال انت درتي واحد أغرودة داخل فيها أمور ديال الكامبيرو شدها يحطها في البريمافيرا، أو يشوف عنده صلاحية أخرى يقدر يعرف بأن الطائر هو ممكن الطائر يؤدي واحد الخلط ما بين الأغرودة وكتجيك انت ماشي انت اللي درتيها، دارها الطير شي تقول هذه جاتني غريبة أنا ما درتهاش وجاتني شو الطير كيفاش هز من هنا وهن وصدق خط واحد شبه الفانتازية هذاك يعني يعني ممكن توا السياق كلام ندرجوه في هذه المسألة ديال الفانتازية. فالحكام في هذه الحالة هذه كيعرف لي غورفي والسيلاط منين واخدهم داك الطائر وما اداهمش بالطريقة اللي خاصو يدار كيدير ليه هو ديسكور دانتيس لأنه هو ما جابش شي تغاريد اللي خارجين على النطاق ديال تغاريد الكوبية. فشاهدوا في الباب الإخوان، هو المولوع اللي كيصوب الأغرودة ديال الفانتازية ومن يعني من المقار ديال المقنعين وتحط بديك الطريقة ديال الإيقاع ديال الميسيدة شيئا ما، والحكام هو الذي له صالح جميع الصلاحية باش هو يقبلها ولا ما يقبلهاش. ندوزو ان شاء الله نسمعو هاد الريبيرتوريو ديال الفانتازيا، غادي نسمعو غادي نهضرو نتكلمو الاخوان، حنا كنتولعو حنا ما كندوزوش كنقولو هادي كلمة فانتازيا وما نعطوش واحد الشرح ديالها من الجانب القانوني ومن الجانب الولاعة. حنا كنسمعو كنتولعو نتواصلو معاكم وان شاء الله تتفهموا المسائل من كل جانب. سمحوا لي الإخوان، سمحوا لي باش فيها بزاف، ولكن ملي غتسالي غنهضروا لأن كاين بيغوي بيغوي، كاين كلاريس كلاريس، كاين طاريلي طاريلي، كاين بلينك بلينك، كاين تشيبالي تشيبالي، كاين تيبولي تيبولي، فيها بزاف. ولكن غنقول لكم وغنصحكم تغاريد اللي غادي تخدموا بهم اللي هما فانتازيات مزيان ومعروفين عند الناس يعني بالطاريليات، كيقولوا الاخوان المالي
بيناتنا المغاربه الطاليانيات، ولكن كاين شي فانتازيات انا بعدا ما نخدمش بهم وما نقبلهمش باش الودن ديالي ما تقبلهمش. فمن بين تغاريد الاخوان كاين هادي، هادو كاين هادي، هادي الاخوان ديال سمعوا هادي ورا هاد الاخوان، هاد الاغروده يعني بلينك 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 بلينك. البعض هي تشورليطا كيقولوا تشورليطا، البعض ينسبونها او كيقول لك اودي هادي راه داخله في مع البولي بولي مع البولي تشيادا، واخدين شي غولبي من كيفاش تخدمات الله اعلم. على هي اللي كنقولوا ما يروج بين مليع وبين، ولكن احسن. علاش قلت احسن؟ لان دائما بغيت تحكم على واحد الاغروده حكم على البدايه ديالها كي دايره والنهائي كيفاش ولات، ماشي النهائي ديالها. دابا التغاريد ما عندهم واحد مسائل نهائيه، كيفاش ولات مع الطيور. كانت دابا كتخدم بحال هكا، ولكن سمعتي عند هذا وسمعتي هذا وسمعتي وكتبارك تهزات وولات واحد النمط اخر وولات مقبوله وزينه، لان الاغروده هي اللي كيبدع فيها الطير، كيزيد عطيها بواحد الجماليه احسن فاحسن. فوالا. وكاينه هاد الاخرى، ها هي تا هي الاخوان هنا نشوفوا شي هادي فوالا. هادو ملي نصحك تخدموا بهم الله يرحم الوالدين، هاد تشيبالي 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 وبلينغ بلينغ بلينغ، وهاد تشيبالي تشيبالي هما اللي خرجوا منهم الطاريليات اللي كاينين بزاف، فهمتيني؟ هي اللي نصحكم تخدموا بها مزيانه، والطير كيأديها بجميع الكوربي ديالو ما كتلقاش فيها المشاكل. اما المسائل ديال الاخرى اللي ديال بيغوي بيغوي اللي معروفه عند كيخدموا بها بعض الموالي اللي معروفين من بينهم مارونو، واللي كانت في الكلام ديال غرانادا اريبوك بلاتي نوريها لكم بلاتي فوالا. هادي فوالا بلاتي رجعوا لها هنا الاخوان، هادي بيغوي 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 بيغوي. نعاودو نسمعوها، نعاودو نسمعوها الاخوان باش تفهموها مزيان. كاينه واحد الوحده كدور حاليا دابا بين المالع، يعني تنقصات اللي جات هاد الكلام الاخر ديال مارونو مزيانه مزيانه. غير الانسان يعرف فين يحطها في التركيبه، كيخدموا بها الناس مزيانه ماشي مشكل، ولكن انا ك يعني ك من ناحيه الودن ديال الاخوان كطربني ديك بلينغ 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 شورليطا، وكطربني ديك تشيبالي 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 تشيبالي. هادو هما لي تغاريد الاخوان ديال فيما يخص الفانتازيا. الاخوان غادي غادي ندوزو فين خاصها تجي هاد الفانتازيا، بعدا ندوزو بعدا النقاط ديالها. النقاط ديالها هي 3 بوان كتحط مع الميسيده، ولكن دائما خاصها تضرب بالطريقه وبالاداء وبالعدل ديال لي غوربي بحال تغاريد جميع التغاريد الاساسيه، يعني في المنفرد 4 وما فوق، وفي داخل الاغروده 3 وما فوق، وهي عندها 3 بوان. ممكن يجيبها هي بوحدها تشيبالي 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 تشيو، وغادي نوصلوا لهذيك يعني الاغروده اللي كتكون مع تشيو، يعني التغاريد اللي كيجيو عليهم الرماطه غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. ايا كنتكلموا دابا جات في السياق راه كنقولوا يعني النقطه ديالها. والاخوان واحد المساله اخرى، فين خاصها تجي هاد الفانتازيا، فين احسن خاصها تجي، يعني في التركيبه في الاوردن. بالنسبه ليا الاخوان، بالنسبه ليا انا هاد لا تشورليطا ولا تشيبالي تشيبالي، كنهضر على هادو اللي كنخدم بهم انا، مزيان تجي في الراس، مزيان تجي في الراس. اما ديك بيغوي 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 لا، عندها طريق ديالها كتجيب واحد البلي بلي بلي بلي، كاين اللي كيشدها من ورا واحد الميسيده وكيركبها، راه كاين في الكلام ديال مارونو. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نقاد لكم هذاك الكلام لان كيعجبهم الناس، غادي نقاد هذاك الكلام ديال مارونو باذن الله. غنعاود لانه هو المارونو فيه بزاف ديال الكلام، ولكن كاين لانه هو كيشجع من المقنين، غير المهم
المشكل اللي فيه ما كاملش في لي غولبي، ما كاملش، ما عطيش واحد لارغورا، يعني هو كلامه قرطب بزاف، ما عطيش واحد لارغورا حتى في البيشه بيشه ديالو ولا في تي 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 تي، ما عطيش ديك لارغورا ديالها، داك الطول ديال الاغروده. غادي ان شاء الله نقادو ونحطو، غنعطونا واحد الوقت ونحطو لكم ان شاء الله في القناه ديالكم، واللي بغى يخدم به يخدم به. مرحبا، هادو هما اللي كاين الاخوان، هذا هو الكلام اليوم على الفانتازيا. نتمنوا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه، وتحياتي لكم جميعا، وتبارك الله عليكم الاخوه.